بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده كانت القراءه من انجيل القديس لوقا اصحاح 16، ودي قراءه مشهوره بتتكرر كتير، وبنسمي الانجيل ده انجيل وكيل الظلم. وكيل الظلم وكان وكيل وظيفته بيشتغل وكيل، والوكيل اي وكيل في الدنيا لازم يدي حساب. وكتير مننا يقول انا مش وكيل، انا مش شغلانتي اكون وكيل، لا بشتغل وكيل في بنك ولا وكيل في دايره. لكن الواقع اننا كلنا بدون استثناء وكلاء، كلنا وكلاء، الاب الكاهن وكل رتب الكهنوت وكلاء، وكيل على العمل بتاعه. الله يطالبنا بالحساب. الاب والام في الاسره ايضا وكلاء، ربنا يطالبهم تماما، ماذا فعلت من اجل اولادك؟ فأنت كأب وكيل، وأنت كأم أيضا وكيلة. الإشبين اللي بيفرح في يوم المعمودية أنه ياخد المسؤولية ديت أيضا وكيل. وباختصار كل واحد مننا وكيل على عطايا ربنا اللي اديها لك، أيا كانت العطايا مادية أو روحية. والأهم والأغلى أنت وكيل على نفسك، وكيل على روحك، والله لابد أن يطالبك بالحساب دوت. أقول لك بعض الحقائق عن هذا الوكيل. أول حاجة إن الموضوع كان مجرد إشاعات. ما هذا الذي أسمع عنك؟ الناس بتقول إنك أنت بتبذر الأموال، يعني ممكن تكون إشاعة كاذبة، ممكن تكون إشاعة حقيقية، موضوع حقيقي يعني. لكن الموضوع لحد هذه اللحظة يحتمل الصواب والخطأ. يعني ما هذا الذي أسمع عنك؟ بسمع عنك كلام كتير. التاني ما دافعش عنه لأن كان السيد خلاص أخذ قرار. عايز أقول برضو خلي بالكم أن السيد المسيح بيمدح هذا الوكيل في بعض الأجزاء مش في كل الأجزاء، يعني بيمدحه في نوعية معينة من تصرفاته مش في كل تصرفاته. برضو مش هنناقش إذا كان هو غلط أو صح، إذا كان هو سرق أو ما سرقش، لكن قال ماذا أفعل بسرعة. صاحب المكان، صاحب الدايرة، صاحب الدائرة ده كأنه بيشير إلى الله. الله لما نقف أمامه محدش يقول أنا الكلام مش تبعي، كلنا يخصنا هذا الكلام. لابد أن تعطي حساب، عملت إيه؟ جسمك استغلته إزاي؟ قدسته إزاي؟ فكرك قدسته إزاي؟ عينيك اللي ربنا اديها لك عشان تشتغل بيها وتتحرك بيها وتفرح بيها، ربنا هيقول لك عملت بها ايه. ودانك اللي ربنا ادالك اتنين منهم مش واحده بس، عشان تستغلهم في سماع صوت ربنا، وبعدين يسالك عن الامانه، كن امينا في القليل. وكيل الظلم دوت اللي زي ما بيسموه يعني، قال ماذا افعل؟ هيعزلوني دلوقتي من الوكاله وانا مش عارف اعمل ايه. فكر تفكير ذكي جدا وقال انا اصنع اصدقاء، اصنع اصدقاء. ودي فكرة ممدوحة جدا، إن احنا يبين لنا أصدقاء كتير. أصدقاء مش بأي ثمن، لا، أصدقاء في القداسة، ومش بسرقة فلوس، لا، أصدقاء بالقداسة الكاملة. وهذا الإنسان على فكرة، هذا الوكيل كان وكيل، وهو لما عين وكيل قال له لما بتبيع مثلا 100 بث زيت أنت لك فيهم 50، ولما تبيع مش عارف كم كار قمح أنت لك فيهم مثلا 20%، وهكذا. فوكيل الظلم دوت كان هو اصلا ليه نسبه في هذه المبيعات، زي اي شركات. والنهارده الكلام ده مشهور في العالم كله، بيقول لك واحد بيشتغل في شركه ما بياخدش مرتب بس ياخد نسبه، كانوا بيعملوا كده زمان مع الوكلاء. فهو الفلوس دي رايحه عليه ليه؟ لانه اتعزل خلاص، ففلوسه مش هياخدها. عارفين لما واحد هنا يتعمل لو كندجونج يعني، بس قول بفريستت، وبسبب كل حقوقه بتعمل ايه؟ بتروح منه، بتضيع عليه. لو ليه مثلا 5000 10000 بتروح عليه. فالراجل دوت قال انا فلوس ضايعه عليا، لكن ده حقي، طب اعمل ايه؟ فراح قال للي عليه مثلا 100، خد صكك عاجلا وعاجلا، انك كان مستعجل، اكتب ايه 50، ال 50 بتاعتي انا متنازل عنها. اوكي؟ هو كده لحد كده ما سرقش يعني، لحد كده هو بيشتغل في مجال بتاعه او في حقه. وعمل نفس الكلام مع الزيت، ونفس الكلام مع كل البضاعه اللي كان وكيله او صاحب الارض يعني بيديها له يعني. السيد المسيح يقول فمدح السيد، او الكتاب يقول مدح السيد وكيل الظلم
إذ بحكمة قد صنع. هو مش بيمدح كونه في احتمالية إنه سرق، لا، الناس بتفهم غلط ساعات. لربنا يسوع مدح فقط إنه هو تصرف صح. طب اللي يخصنا في القصة دي؟ اتصرف صح، اتصرف صح. اصنع لكم أو اصنعوا لكم أصدقاء بماء الظلم. وماء الظلم بيقول عنه البابا شنودة إن هو العشور بتاعتك دي، اصنع بيها صداقات في كل مكان. مش العشورك دي مش لأي حد، لا، دي الكنيسة والأخوة الرب، فاصنع بيها أصدقاء في كل مكان. ومال الظلم لأنك لو حطيتها في جيبك يبقى أنت بتظلم نفسك وبتأذي نفسك، إن دي مش فلوسك، مش حاجك أبدا. يعني مال الظلم هو المال اللي في إيدك، هو إمكانياتك، إمكانياتك اللي عندك. أنت تعرف تصنع أصدقاء، خلي الناس تحبك، زي ما بيقول كده البستان، اجعل كل أحد يباركك، خلي كل واحد يحبك. في واحد منفر أو يخلي الناس تنفر منه بكلمات حادة وقاسية، هو بيكسب بعض المسافات اللي بيعتبرها هو احترام بقساوته. لكن لا، الإنسان القاسي لفترة معينة الناس تبعد عنه عشان هو قاسي، لكن بعد كده هيلاقي نفسه وحيد تماما. العكس تماما، أولاد ربنا كونوا لطفاء وكونوا شفوقين. أنت لو إنسان طيب بتعمل كده، أنت أب وأنت وأم وأنت إنسان عادي، ربنا يطلب منك، يطلب منك حساب عما فعلت بنفسك. تصور أغلى إنسان في الوجود هو أنت عند نفسك، وطبعا قريبك كنفسك، وطبعا كل الكون بعد كده. لكن أنت لو عملت كل حاجة وأهملت نفسك، ولو كسبت كل حاجة وخسرت نفسك، ماذا تنتفع؟ ثلاث كلمات قالهم أو قيلت النهاردة، ماذا أفعل؟ سؤال، اسأل نفسك ماذا أفعل عشان آلة الحياة الأبدية، بس اسأله بجدية مش زي الشاب الغني، واسأله زي ما سأل الرجل دوت. نمرة اثنين، اصنع أو أصنع أصدقاء، اصنع أصدقاء ليك. نمرة ثلاثة، كن أمينا. يعني لألا حد مننا يفهم أن السيد المسيح أو المجد أو الكنيسة بتشجع تصرفات ممكن تكون فيها نوع من الشك زي كده، لا، لا نشجعها أبدا. بل كل كن أمينا في كل سن يوصل ليك. الشغل بتاعك ما تاخدش ورقة ولا قلم ولا ورقة صغيرة، ما تاخدش من الشغل، ما تخش جيبك ورقة فاضية من الشغل بتاعك. كن أمينا إلى المنتهى، كن أمينا على نفسك، وده الأهم. يعني كن أمينا في بيتك، كن أمينا في عقلك وفكرك وعينيك وحواسك، كن أمينا عشان ربنا يكافئك. هو قال صراحة، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. اللي عنده خمس وزنات كان أمين جدا، وقال أنا أشكر سيدي لأنه استأمني على هذا العدد من الوزنات. واللي عنده اثنين قال أشكر أيضا سيدي لأنه بيحبني جدا وأعطاني اثنين على قد ضعفي. واللي عنده وزنة واحدة أيضا كان مفروض يشكر ربنا لأنه على قد ضعفه اداله، على قد ما هو مش نشيط اداله. كان ممكن جدا ببساطة شديدة يشتغل الراجل دول يكسب وزنة كمان، وربنا يقول له تمام أنت عبد أمين. لكن للأسف انتقد السيد وقال له أنت قاسي. تأمل وشاف ربنا أنه هو قاسي. للأسف مثلا الناس كتير في أوروبا النهاردة وفي الغرب عامة يرى أن الله قاسي، والأسهل الله مش موجود. كن أمينا في قلبك، كن أمينا في أوضتك، كن أمينا في فكرك، في داخلك، كن أمينا حيث لا يراك أحد. مش لازم تبقى أمين قدام الناس بس، لكن خليك كمان أيضا، وده الأهم، أمينا فيما لا يراك الناس. أنت وكيل على موهبك، استخدمها للخير. عندك أسلوب لطيف في الكلام اكسب بيه الناس، عندك فلوس اكسب بيها أصدقاء من مال الظلم زي ما قال، عندك مواهب أخرى استخدمها من أجل ربنا. والمواهب كل إنسان مليان مواهب، بس الإنسان بيحتاج إلى أن يكتشف هذه المواهب. وإجف وقفة النهاردة مهمة جدا مع نفسك، أقول ماذا أفعل؟ لأن السيد سيأتي حتما ويطالبني بأن أعطي حساب عن الوكالة. ماذا أفعل وماذا أقول؟ تتهونش، من فضلك خد الموضوع بجدية كاملة، ودينا بنشوف
ناس كتير من احبائنا انتقلوا كتير جدا يعني، واحنا كنا شخصيا ما نتوقعش انهم ينتقلوا بهذه السرعه وبهذه الطريقه، وايضا الفيروس شغال عمال يعني يشتغل. نشكر ربنا كلكم لابسين ماسكات اهوت، يعني حاجه كويسه. ربنا يديكم الصحه والعافيه ويحافظ عليكم ويحميكم، لله كل مجد وكرامه من الان والى الابد الابد كله.